من الأجنحة الكبرى في معرض صحاري الزراعي الدولي 2024 جناح شركة كيزد كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وبيتصدروا مصطلح الاستدامة كأحد أهداف الشركة اللي بتتجه بقوة لإنتاج المركبات الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية من خلال مصنع أورجانيك للمركبات الحيوية. تعالوا نقابل الدكتور شريف أيوب المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني في شركة كفر الزيات للمبيدات. دكتور شريف أيوب، حضرتك المدير الإقليمي لشركة كفر الزيات للدعم الفني والتسويق. النهاردة عنواننا الاستدامة، صح ولا لا؟ صح. بنقصد إيه؟ دايما في كل معرض احنا لينا يعني ثيم بنسميه شعار، فالاستدامة دي على طول هي تكون معانا. واحنا يوم ما بنقول الاستدامة يعني الحفاظ على الموارد اللي موجودة عندك بطريقة للبريزنت، يعني لدلوقتي وللمستقبل. طب انت هتسألني هتقولي طب ايه علاقتها بكيزد او كفر زيات؟ اما بنقول بيئي يبقى انا عندي اورجانيك للحلول الحيوية، فبالتالي بتحافظ على البيئة وبمدها بكل المكونات اللي هي المركبات الحيوية اللي بتحافظ على البيئة وعلى صحتنا وعلى صحتك ومفيش ريزيديو. بالظبط. طب لو احنا بنقول بعد اقتصادي، الله ايه كيزد، عندي حاجة كويسة قوي اللي هي كيزي باك اللي هي المنطقة الحرة للتصدير، فبالتالي انا المنتج المحلي بصنعه عندي وصدره واجيب عملة لمصر. طيب بالنسبة للبعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي لانه زي ما احنا شايفين احنا بنقول عندنا في كيزد بنجيب اللي هو مركبات وقاية النبات او المبيدات، فبالتالي انت الامن الغذائي اللي هو المحاصيل بتتعرض لافات. طب ما الافات دي فيها خسائر بدون وقاية النبات بتتراوح من 40-60%، فبالتالي هو توفير المواد اللي هي بتحميه او المكافحة بتأدي إلى الحفاظ على الأمن الغذائي وبالتالي على الغذاء والأمان، الأمن الغذائي يعني. فبالتالي أنا يبقى عندي دي البعد الاجتماعي كمان. دكتور شريف، عندي قناعة كاملة إن شركة كفر الزيات للمبيدات أو كيزد حالها بيتبدل تماما وبتجري بسرعة كبيرة جدا. خليني أسألك على حاجة مهمة جدا. احنا النهارده من الصعوبه ان احنا ننافس العالم في المركبات الكيماويه الخاصه بمكافحه الافات، ولكن سهل قوي عن طريق مراكز التطوير والبحث اللي عندنا في مصر ان احنا ننافس في المركبات الحيويه. نقدر نعمل ده ولا لا؟ اكيد، وخاصه في الحيويه، لان الحيويه بتتطلب يعني ان انت تستخرجها من البيئه بتاعتك عشان تعرف تتاقلم احسن، ولكن الكيماويه اي ظروف، يعني اكثر تحملا للظروف، ما بتتغيرش في الغالب. النهارده حضراتكم بتعلنوا عن تطبيق جديد اللي هو كيزد على تليفون المحمول، اقدر اعمل له سكان ينزل التطبيق عندي، اقدر اعرف كل زرعه افاتها ايه واقاومها ازاي، صح كده؟ بالظبط. عملناها ليه؟ دي فكره عبقريه. هي مش فريده يعني، ولكن سهله. عملناها ديجيتالايزد، بمعنى بقت سهله ان انت تشوفها بداتي على الموبايل بتاعك وتحملها من الموبايل بتاعك بمنتهى السهوله. يعني احنا سهلناها على الناس وعملناها بطريقه جميله ولذيذه، وكمان زودنا عليها ايه بقى، زودنا عليها ان انت تبقى الاهميه الاقتصاديه للمحصول، اصناف البذره او اصناف التيوبرز اللي انت ممكن تستخدمها في البطاطس، الاصناف يعني، وبنقول لك العروات ايه هي بتاعه المحصول اللي انت شغال عليه، ثم بعض الصور اللي بتدلك على الاصابات، لان مش كله زراعي يعني، ممكن يبقى اشتغل في الزراعه بس انا مش زراعي، فبالتالي بسهل له شويه حاجات تخليه يفهم يعني امراض او افات عموما المحصول. ثم بقول له كمان جميل قوي بقى، برسم له المحصول بالتايمز يعني بالاوقات، التوقيت الأول ثم المتوسط ثم في الآخر، وأقول له إيه المركبات والأفات اللي ممكن يعني مركباتي اللي تقدر تقاوم هذه الأفات، فبالتالي بتسهل له قوي ويفهم إنه حتى توقيتاتها إمتى ثم معدلاتها إمتى، وبالتالي دي بتسهل على المزارع أو كل من قائم بزراعة محصول إنه الحقيقة يفهم إنه إيه المركبات اللي أنا أقدر أستخدمها في التوقيتات المثلى
وبالتركيزات المثلى، وبالتالي يتلافى أي أخطاء. دلوقتي هنقابل في جناح شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات كيزد المهندس محمد هادي أخصائي التسويق، لأنه تبنى مشروع لحماية منتجات الشركة من الغش والتقليد ونجح في تنفيذه. بجد شاب يفرح، ركزوا معاه. مهندس محمد هادي، حضرتك أخصائي تسويق في شركة كفر الزيات للمبيدات، ولكن حضرتك قلت لي احنا عندنا مشروع متكامل بننفذه النهاردة عشان نكافح ظاهرة غش مركبات مكافحة الآفات الزراعية. مظبوط. دي مشكلة كبيرة في السوق المحلي هنا في مصر. بتكافحوها ازاي؟ ايه المشروع ده؟ الحقيقة احنا عندنا مشروع سمينه مشروع كبح الغش. المشروع ده احنا شغالين عليه بقالنا اكتر من سنة ونص، بنستخدم التكنولوجيا وبنطوعها علشان تحللنا الأزمة الكبيرة اللي بنتكلم عليها، أزمة غش المركبات. ازاي؟ عن طريق QR codes، بحيث ان كل مركب بيطلع من عندنا وكل عبوة بتطلع من عندنا بيبقى عليها كود له رمز تشفير معين مختلف عن التاني، بمثابة ان كل عبوة بيبقى لها الرقم بتاعها، الرقم القومي الID بتاعها، فما فيش عبوة شبه التانية، ما فيش عبوة بكود شبه التاني ولا برمز تشفير شبه التاني. مش بس كده، ليفل تاني من الحماية، الأكواد دي لا تقرأ إلا من خلال أبليكيشن أو تطبيق موجود على أب ستور أو جوجل بلاي لمستخدمين أندرويد أو آيفون، فبالتالي صعب جداً جداً إن أنا أقلد الكود ده، رقم واحد. رقم اتنين، حتى لو أنا حاولت أقلده قدر الإمكان في الشكل مش هيعرف يقراه من خلال الأبليكيشن، لأن الأبليكيشن هو الوحيد اللي مميز الشكل والخصائص بتاعت الكود بتاعنا. الكود ده بيبقى موجود على العبوة من بره، كل عبوة بيبقى عليها اتنين كود، واحد من بره وواحد من جوه، بمنع فكرة ان يحصل اعادة تعبئة للمنتج بعد ما يترمي. الكود الداخلي اللي جوه ده لما بيتم قراءته كل الاكواد بيتم تدميرها، بمعنى انا عندي كود جوه وكود بره، اشتريت المنتج وقريت اللي جوه، اللي بره بيتم تدميره. هتاخد وتعمل اعادة تعبئة وتحط المبيد المضروب، هاجي اقرا المضروب ده اللي عليه الكود اللي هو شكله اصلي وكل حاجه فيه اصلي، هيقول لك عذرا لقد تم قراءه هذا الكود من قبل. طيب هاجي فورا ما اشتريش. بالظبط. لحد دلوقتي المشروع ده واصل ان احنا طبقناه على مركبين، مركب النوميني في موسم الرز اللي فات طبقناه عليه، ودلوقتي على الكبريت الزراعي شكاره ال 25 كيلو. كل الكبريت الزراعي ال 25 كيلو اللي في السوق مطبق عليه الكود. أراضي مصر، هل نقدر نحولها من أراضي بتتزرع بالطرق العادية يعني تسميد ومكافحة كيماوية لأراضي بتتزرع بالنظم الحيوية وبتنتج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات؟ سؤال مهم طرحناه على المهندس عبد المنعم، محمد عبد المنعم، مدير التسويق في شركة أورجانيك للمركبات الحيوية الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية. المهندس عبد المنعم، محمد عبد المنعم، حضرتك مدير تسويق أورجانيك، احنا بقالنا 20 سنة شغالين على مركبات مكافحة الآفات الحيوية. سؤال لحضرتك، أرضنا القديمة والجديدة اللي زرعت آلاف المرات بالمركبات الكيماوية، هل ممكن نقلبها حيوي؟ هل الموضوع ده سهل ولا خلاص دي كتب عليها طول عمرها تتزرع وتتسمد بالمركبات الكيماوية؟ إجابتي لحضرتك في نقطتين. أنت بتسألني هل ينفع أن هي تتحول من الزراعة الكيماوية التقليدية لزراعة حيوية؟ ينفع. إزاي؟ هتاخد لها فترة انتقالية، احنا بنسميها فترة انتقالية، اللي هي بتتحول فيها من الزراعة التقليدية الكيماوية إلى الزراعة الحيوية. اديني الخطوات، أبدأ إزاي من السنة الأولى؟ من السنة الأولى أنا عندي مثلاً بطبق مثلاً هضرب مثال أربع مبيدات فطري وأربع مبيدات حشري. هبتدي الأول إن أنا أستبدل مبيد فطري من دول وأدخل مكانه مبيد حيوي فطري بيتكامل وبيخش ضمن البرامج دي دون ما يحصل له أي تأثير في الفعالية، وأبتدي أستخدمه مكان المبيد الكيماوي بالتدريج، أطلع مبيد وأدخل مكانه مبيد تاني، وأطبق في التطبيقات في المواعيد المضبوطة اللي تجيب لي نتيجة زي النتيجة اللي بتيجي من وراء المبيد الكيميائي بالظبط، لغاية ما هلاقي نفسي في نهاية البرنامج خلال 3 سنين أو 4 سنين إن أنا بطبق مبيدات حيوية بديلة للمبيدات الكيميائية وباخد نفس النتيجة، إن الآفة بتموت والمحصول بينجى وبيبقى سليم وباخد محصول بجودة عالية. ولو حللت عليها الأرض مفيش أي متبقيات؟ متبقيات من المبيدات الكيميائية؟ لا، إحنا المبيدات بتروح فين يعني؟
المواد الكيميائيه بتبقى جوه النبات، النبات بتخلص منها جوه الثمره بتاعته. عشان كده احنا بنقول عندنا يا جماعه في حاجه اسمها عدد ايام قبل الجمع اللي هي البي اتش اي 14 يوم 10 ايام. دي ليه حددناها؟ على بال النبات ما يتخلص من الماده السامه اللي هي الكيماويه اللي تم رشها عليه موجوده، بيعمل عمليه تكسير حيوي لهذه المادة السامة، تكسير حيوي جواه. بعد العشر أيام التكسير الحيوي ده بيتم، فبتبقاش موجودة جوه حباية الطماطم، فأقدر أنا وحضرتك وأي إنسان يأكلها من غير ما تحصل له أضرار كيماوية. ده مش موجود في المبيدات الحيوية. معرض صحاري بتظهر فيه لأول مرة شركات زراعية بتستهدف بيع أراضي للشباب والمزارعين بدون سند ملكية حقيقي، وده تحذير شديد اللهجة، لأن بيع الأراضي للشباب مخالف تماماً للقانون، لأنهم حصلوا عليها من الدولة بغرض استصلاحها واستزراعها مش الإتجار فيها، وبالتالي ينقنن أوضاع الشركات عشان نضمن حقوق المزارعين اللي بيشتروا الأراضي منهم. ينواجههم بقوة ونمنع بيع أراضي الدولة دون وجه حق.